الخامسة من العاصمة طرابلس، موجز الأخبار، أهلا بكم. عبر المبعوث الأممي مارتن كوبلر الأربعاء عن قلقه العميق إزاء التقارير المستمرة والمتواصلة حول انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان يتم ارتكابها في أنحاء ليبيا. ودعا كوبلر الأطراف كافة إلى إرسال رسالة قوية بأن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق، ودعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد مرتكبي تلك الجرائم ومحاسباتهم. وقال كوبلر: لقد حان الوقت لإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في أنحاء ليبيا، وأذكر كافة الأطراف بأن هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال يجب محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، محذرا من استمرار القتال في المناطق السكنية وأنه لا يزال يعرض المدنيين للخطر. نشر المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرا حول قيام ميليشيات حفتر بارتكاب أعمال عدائية تمثلت في التمثيل بالجثث ونبش القبور عند سيطرتهم على جنفودة. المرصد أصدر بيانا حول الحادثة، قال فيه إن مشاهدة مقاطع فيديو وصور صادمة أظهرت قيام محمود الورفلي وآخرين القيام بأعمال وحشية تراوحت بين الإعدام خارج القانون وإخراج الجثث من القبور والتمثيل بها. الباحث في شؤون شمال إفريقيا يحيى أشرف قال إن ما حدث في بنغازي يعبر عن وحشية منزوعة من الأخلاق الإنسانية وضرب لحقوق الإنسان، محملا إياهم المسؤولية الجنائية جراء هذه الانتهاكات. قضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس في جلسة اليوم الأربعاء بوقف تنفيذ اتفاقية الهجرة غير الشرعية المبرمة بين الرئاسي المقترح والحكومة الإيطالية مطلع فبراير الماضي. وأكدت مصادر من المحكمة أن الحكم قد صدر وفي الشق المستعجل بوقف نفاذ الاتفاقية إلى حين الفصل في موضوع الدعوة، وذلك بناء على الطعن المقدم ضدها، كما حكمت المحكمة باختصاصها في نظر الطعن المشار إليه والمرفوع لها بتاريخ 8 فبراير الماضي من قبل عدد من المواطنين والحقوقيين والقانونيين. يشار إلى أن المحكمة كانت قد أجلت النطق بحكمها في الطعن يوم الأربعاء الماضي على خلفية الاشتباكات التي دارت في العاصمة طرابلس. قال الناطق باسم مديرية أمن الزاوية نبيل البوراوي إن الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية وصياد تم افتتاحه، مؤكدا وجود ترتيبات أخرى لافتتاح الطريق إلى جنزور. البوراوي وفي تصريح صحفي قال إن إعادة فتح الطريق تم بعد الاتفاق بين اللجنة المشكلة من أهالي منطقة الزاوية وورشفانة على إزالة الكثبان الرملية وتأمين الطريق. وأضاف البوراوي أن عمليات التأمين تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمناطق، حيث تتولى كل مديرية حماية وتأمين المنطقة الواقعة فيها. يشار إلى أن الطريق الرابط بين جنزور وورشفانة مغلق منذ فترة طويلة لأسباب أمنية. الآن مشاهدينا حلقة جديدة من الإسلام والحياة يقدمها الشيخ عبد الله الجهدي، ويستضيف فيها فضيلة مفتي الديار الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني. متابعة طيبة.